السلام عليكم، تحية طلبة جميع أساتذة والأستاذات. مرحبا بكم في فيديو جديد حول الحساب العددي، الترتيب والعمليات، المستوى الثالثة إعدادي. إذا التمرين في هذا الصدد هو أن أ و ب عددان حقيقيان، حيث أ محصور بين 3 و 6. 3 أصغر أو تساوي، يعني هنا أ محصور بين 3 أصغر أو تساوي أ أصغر أو تساوي 6، و ب عدد حقيقي كذلك ناقص 5 أصغر أو تساوي ب أصغر أو تساوي ناقص 4. إذن هذوما العددين اللي عندنا، فالتمرين سيكون على الشكل التالي. دائما هنا التأطير بين للعدد أ بهذا العدد 3 و 6 مثلا، إذن هنا بتفريط وهنا بإفراط، وهذا العدد ضروري أن يكون أصغر من العدد الموجود في الجهة اليمنى. إذن نضع التمرين مثلا على هذا الشكل. لدينا أ محصور بين 3 و 6، و ب محصور بين ناقص 5 و 4. إذا أطر الأعداد التالية. إذا سنقوم بتأطير هذه الأعداد، يعني 2 أ، أ أس 2، 1 على أ، أ زائد ب، ثم سنضيف أمثلة أخرى بالنسبة للعدد ب. إذا كيف سنؤطر أ 2 أ؟ 2 أ لاحظنا قلنا بأن لدينا أ محصورة بين ماذا؟ 3 و 6. إذا الآن سنحسب 2 أ، 2 مضروبة في أ، 2 مضروبة في أ. إذا هاد أ اللي كاين هنا. إذا أشنو غادي نديرو بالنسبة لهنا الجهة اليسرى؟ غادي ناخدو عندنا العدد 3 وغادي نضربوها في ماذا؟ ضربنا أ في 2، هنا غادي نضربوها كذلك في 2. هنا عندنا 6، إذا ضربنا أ في ماذا؟ في 2، غادي نضربو 6 في 2. إذا نكتب هذه الكتابة دائما 2 أ هنا، إذا لأن في بالنسبة للحروف ما كنكتبوش في، فقط كنكتبو مباشرة. إذا هنا 3 في 2 هي 6، 6 في 2 12. إذا انتهينا من هذا المثال أو هذا السؤال. هذا 2 أ فهي محصورة بين 6 و 12. ننتقل إلى عندنا أ أس 2، أ أس 2. الآن سنقوم بحصر أ أس 2. إذا حنا عرفنا بأن أ محصورة بين ماذا؟ بين 3 و 6. غادي نهزو هاد 3 هادي غنديرو ليها أس 2. إذا طريقة سهلة جدا. بالنسبة ل 6 غادي نديرو ليها أس 2 ونحسب. إذا أ أس 2 محصورة بين ماذا؟ بين 3 أس 2 هي 9، و 6 أس 2 هي 36. إذا هذا هو الحصر أو تأطير للعدد أ أس 2. مفهوم؟ إذا غنمشيو دابا نشوفو 1 على أ، 1 على أ، 1 على أ. إذا لدينا أ دائما قلنا أ محصورة بين 6، 3 و 6. الآن سنحسب 1 على أ، 1 على أ بمعنى مقلوب ديال عدد أ، مقلوب العدد أ. هاد أ غادي نديرو ليها المقلوب ديالها. إذا قلنا أنها محصورة بين 3 و 6، إذا هنا غادي نديرو 1 على أ أصغر، هنا أصغر أو تساوي، غنديرو 1 على 3، 1 على 3، وهنا 1 على 6. لكن كنلاحظو أن 1 على 6 بما أن هنا المقام كبير من 1 على 3، فغادي نقلبو، غادي نجيبو هادي هنايا لأن هادي صغيرة. إذا بالتالي 1 على 6، لأن هاد الكتابة هادي غير ممكنة، يعني 1 على أ أصغر أو تساوي 1 على 3. إذا هذا هو الجواب الصحيح، هي أن لأن هنا 6 أكبر من 3، بالتالي غادي يكون هذا العدد هذا هو الأصغر. إذا 1 على 6 أصغر أو تساوي 1 على أ أصغر أو تساوي 1 على 3. ثم نحسب مثلا أ زائد 1، أ زائد 1. قلت بأن لدينا أ دائما محصورة بين ماذا؟ بين 3 و 6، 3 و 6. الآن سنحسب أ زائد 1، أ زائد 1، يعني تأطير هذا العدد أ زائد 1. شنو غادي نديرو هنايا؟ لاحظنا أن أ زدنا ليها 1، هنا 3 غادي نزيدو ليها 1، 3 زائد 1، هنا 6 زائد 1. إذا أ زائد 1 محصورة بين ماذا؟ هنا 3 زائد 1 4، 6 زائد 1 هي 7. إذا العملية سهلة جدا. إذا سننتقل الآن إلى ب. نقوم بتأطير مثلا، لدينا قلنا بأن ب محصورة بين ماذا؟ ب فهي محصورة بين ناقص 5 وناقص 4.
ناقص 5 وناقص 4. إذا لاحظوا أن ناقص 5 راه أصغر من ناقص 4، لماذا؟ لأن على المستقيم المدرج، ملي كنمشيو للمستقيم المدرج مثلا اللي فيه صفر، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، إذن هنا ناقص 5 هي الأصغر، إذا ناقص 5 صغيرة على هاد ناقص 4، إذا بي محصور بين ناقص 5 و 4، يعني أن بي كاين هنايا، هنا فين كاين بي؟ كاين بين ناقص 5 وناقص 4، أعتقد أنها واضحة على المستقيم المدرج. إذا الآن نريد مثلا أن تأطير لعدد 2 بي، 2 بي، إذا ماذا سنفعل؟ سنضرب مثلا هنا الجهة اليسرى على 2 ونضرب الجهة الأخرى على 2، إذا مضروبة في 2، ثم هنا ناقص 4 مضروبة في 2، إذا لاحظوا ناقص 5 في 2 هي ناقص 10، ثم هنا 2 بي محصورة بين ناقص 4 في 2 هي ناقص 8، ناقص 8. الآن نريد تأطير بي أس 2، بي أس 2، إذا غندير لها أس 2، أس 2 قلنا أن هنا كاين ناقص 5 غندير لها أس 2، وهنا كاين ناقص 4 ندير لها أس 2. إذا نحسبوا بي أس 2 هنا أصغر أو تساوي، شنو عندنا هنا؟ 5 أس 2 هي 25، وناقص مع ناقص يعني تعطينا زائد، إذا لاحظوا جيدا أن هنا غتعطينا ناقص 5 في ناقص 5، هذا أس 2 هي ناقص 5 في ناقص 5، وهنا عندنا ناقص وناقص غتعطينا زائد، إذا غادي نحصلوا على زائد 25 أصغر أو تساوي بي أس 2، وهنا غادي نلقاو ناقص مع ناقص كذلك راه حتى هو قلنا ناقص 4 في ناقص 4، إذا ناقص مع ناقص يعطينا زائد، وبالتالي 4 أس 2 هي 16، لكن هذه الكتابة فهي ضروري أن نقلبوا هذا العدد، يعني غادي ناخذوا 16 هنايا أصغر من بي أس 2 أصغر أو تساوي 25، هذه الكتابة الصحيحة للجواب بي أس 2. إذا ثم يمكن أن نحسب مثلا هنا أ زائد بي، أ ناقص بي، مثلا نقوم بتأطير العدد أ ناقص بي، شوفوا تأطير ديال أ ناقص بي، إذا غادي نعاودو نكتبو الكتابات، أ قلنا محصور بين ماذا؟ ثلاثة خمسة، ثلاثة خمسة، إذا أ محصور بين ثلاثة و خمسة و ستة، عفوا و ستة، نديرو هنا ستة، هذا أ. ثم بي محصور بين ناقص خمسة ناقص أربعة، بي محصور بين ناقص خمسة ناقص أربعة. الآن نريد تأطير العدد أ ناقص بي، أ ناقص بي، بغينا تأطير ديال هاد العدد، إذا تأطير العدد أ ناقص بي، إذا كيف سنؤطر؟ غادي نحاولو نستعملو هاد المعطيات اللي عندنا في هاد التمرين هذا، إذا هنا أ ناقص بي فهو محصور بين ماذا؟ بين ثلاثة، إذا هنا ثلاثة، ندير واحد ناقص هنايا، عاد نديرو هاد ناقص خمسة، لأن هنا ناقص خمسة، إذا المعطيات ديال أ نقصو منها المعطيات ديال بي، هنا كذلك غادي نديرو ستة ناقص، عفوا درت واحد الزربة، ناقص أربعة، إذا هذه الكتابة الصحيحة، إذا شنو غتعطينا هنا؟ ثلاثة زائد خمسة، ثلاثة زائد خمسة، لأن ناقص مع ناقص، إذا غتعطينا ثلاثة زائد خمسة. في هذه الكتابة هذه أصغر من أ ناقص بي أصغر أو تساوي ستة، هنا ناقص ناقص أربعة، إذا لأن كاين جداء هنا ناقص في ناقص كاين جداء، إذا هنا يعني ناقص ناقص مع ناقص عفوا يعطينا زائد زائد، إذا ستة زائد أربعة، ستة زائد أربعة، إذا أ ناقص بي دائما هكذا، لاحظوا هنا غتعطينا 8 وهنا غتعطينا 10، إذا هذا هو التأطير ديال العدد أ ناقص بي، تأطير عدد أ ناقص بي، إذا فالكتابة صحيحة، يعني ما كاين حتى شي خطأ في هذه الكتابة، تأطير قلت مثلا يمكن أن نحسب مثلا بي زائد 2، بي زائد 2، نقوم بتأطير العدد بي زائد 2، بي زائد 2، لدينا بي محصورة بين، نحسب الآن بي زائد 2، بي زائد 2، عندنا بي محصورة بين ماذا؟ محصورة بين ناقص 5 وناقص 4، الآن هاد بي غادي نزيدو ليها 2، غنزيدو ليها 2، إذا غادي نزيدو هنا في هاد الجهة ناقص 5 زائد 2 ناقص 4 زائد 2، إذا سهلة جدا، إذا بي زائد 2
شنو غتساوي؟ عندنا ناقص 5 زائد 2 غتعطينا ناقص 3، هنا ناقص 4 زائد 2 غتعطينا ناقص 2، اذا ناقص 3. اذا هذا هو التقدير ديال بي زائد 2. اعتقد ان الجواب واضح جدا، يعني التقدير فقط كنشوفوا هذاك الكتاب اللي عطاونا، ثم كنحاولوا ان نوظفوها او نضيفوها الجوانب ديال التقدير ديال العدد ب مثلا او ب اس 2 او ب او ب زائد ا الى غير ذلك. اذا اتمنى التوفيق للجميع، اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو. شكرا.